كابتن اشرف، يمكن بيكون في اول ما حضرتك توليت المهمه كان في هجوم كتير، كان في هجوم كتير على الفرقه، كان في هجوم كتير مثلا على هرنانديز في اول ماتش، حاجات كتيره قوي اكيد قابلتك وانتقادات هدامه ملهاش لازمه بتقابلك اكيد في الاول، عارف الانتقادات البناءه دي تحس ان انا طب تمام انا هستفيد منها، لكن في انتقادات بتكون هدامه جدا جدا. دلوقتي وانت قاعد معايا كده فكر في ايه، يعني بعد ما خدنا الثنائيه وبعد ما الموسم خلص وقدرت تحقق التارجت الاعظم انك خدت الثنائيه على المستوى المحلي، تفكر ازاي في الكلام ده؟ والله بص، هو الانتقادات دي يعني طبيعي، ما فيش حد يعني هيتفق عليه الناس كلها يعني. انا بالعكس، انا الانتقادات البناءه اللي كانت بتفيدني طبعا الناس كلها على دماغي، والانتقادات حتى الهدامه اللي كانت ضدي انا خدتها تحدي مع نفسي ان انا مش هرد على حد، انا هرد في الملعب وهثبت ان انا مدرب كويس وان انا استحق ان انا ابقى مدير فني لنادي الزمالك. والحمد لله ده كان بشهاده الناس كلها، ان الناس كل حتى كانت ناس كتيره جدا اللي انتقدتني رجعت النهارده بتعمل لي اعتذار على الفيس. لسه امبارح تقريبا واحد برضك من يومين في قلب الماتشات واحنا شغالين في الماتش، هو ناس في يعني. بص يا كابتن هيرة، الفولي السنه دي عمل حاله في مصر عمرها ما كانت موجوده. انا عايز اقول لك كميه جماهير بتكلمني قد ايه جماهير الكوره يعني. كانت في ايام في ماتشات اهلي بيلعب في نفس توقيت اهلي والزمالك طايره، الكافيهات كانت بتشغل الفولي وسايب الكوره. ففي ناس داخله على الفولي جديده فمش عارفه قوانين اللعبه، فواحد يجي يقول لي مثلا ده مدرب مش عندوش فكره، ده بيخلي اشرف الحسن يطلع بلوك على الشبكه، طب ليه ما يرجعش ورا على طول يخليه ورا؟ طب ليه ما يخليش يوسفاني هو وجو بس يلعبوا ارسالات؟ فمش عارفين ان انت بتلف، لازم كل واحد لازم روتيشن، ولازم اشرف مش انا بمزاجي. ايوه، ما انا كده هخلي اطول اتنين عندي على الشبكه واقوى واحد على الارسال وهنخلص بالظبط، لكن هي ده بتلف مش فاهمة. ده فالناس بتنتقد وهو مش فاهم يعني. فواحد انتقدني وقال لي انت بتغير غلط وبعت لي على الخاص يعني. يا سيدي اعرف قواعد اللعبه. فما ردتش عليه. هي دايره، انا عارفه ان هي دايره وبيجي واحد يطلع بره، واحد بيلف على الارسال ويطلع على الارسال وبيلف لحد ما يطلع بره يغير بالظبط، كله بيلف. فهو نفسه لقيته بعت لي بعد ما كسبنا امبارح بوست على صفحتي وان هو بيعتذر، قال لي زي ما انا لومتك وانا طبعا بشكره قدام الناس كلها، انا بعتذر لك قدام الناس كلها وبعتذر وتقبل اسف يا كابتن، واحنا وراك بعد كده واحنا بندعمك وانا فهمت بالظبط يعني بالظبط. فالحمد لله يعني.